قالت منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية دكتورة زينب سامي إن المبادرة استطاعت خلال 10 أيام توفير كل الدعم للطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن المبادرة قدمت المراجعات النهائية لنحو 16,000 طالب وطالبة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة. مبادرة تقدر في 10 أيام من المبادرات المميزة والعظيمة اللي احنا قمنا بيها. المبادرة تمت في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، كنا مستهدفين حوالي 100,000 طالب، الحمد لله وصلنا ل 150,000 طالب. عندنا في الغربية هنقول ان احنا كنا متواجدين في 10 إدارات تعليمية، عملنا حوالي تقريبا 12 مكان مراجعة، كنا فخورين جدا بالإنجاز اللي احنا عملناه. احنا تقريبا وصلنا ل 15,525 طالب. لما نقول العدد ده بالنسبة لي العدد اللي تم إنجازه على مستوى الجمهورية، فالحمد لله احنا عملنا عدد أو ولادنا أكبر عدد منهم تم استهدافهم. احنا يمكن المحاضرات بتاعتنا ما كانتش بس محاضرات مكثفة للمناهج التعليمية، احنا كنا حريصين كمان على ان يكون في عندنا محاضرات للدعم نفسي. المحاضرات تخص الطلبة وأولياء الأمور عشان دايما نحسسهم ان احنا جنبهم، مفيش قلق مفيش توتر، ان شاء الله مدرسة الثانوية العامة يعدي بمنتهى السلاسة واحنا معاهم لحد ان شاء الله ما تطلع النتيجة، ويمكن يكون عندنا من الغربية ان شاء الله اوائل الجمهورية في الثانوية العامة. المبادرة طبعا بتتم بالتنسيق ما بيننا وما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة فاهم والقصر العيني ومركز الدعم النفسي وتطوير الذات. احنا كمان المحاضرات بس ما كانتش على قد ولادنا العاديين، كنا كمان مستهدفين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الإعاقة البصرية. كان معانا طلابنا المحاضرات بتاعتهم كانت بتتقدم عن طريق تطبيق زوم، وكمان كانوا بيقدروا ينزلوا المحاضرات بتاعتهم على الويب سايت الخاص بالمؤسسة على قناة المؤسسة على اليوتيوب أو الويب سايت الخاص بينا. مش بس كده، احنا كمان كنا مستهدفين حوالي 150,000 على مستوى الجمهورية، بالفعل تم استهداف اكثر من العدد اللي احنا كنا مستهدفينه.